فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، اخر جزء من حصتنا اليوم. نحكي على لاعب نادي الزمالك المصري الدوري التونسي سيف الدين الجزيري، متألق خارج حدود الوطن. تم تجديد عقده مع الزمالك المصري، تم تفعيل بند الشراء من نادي المقاولون العرب. اتصلنا بسيف الدين الجزيري اللي حكينا معاه، وكان معاه الحوار التالي. فير بلاي. سيف، هذه تجربة متواصلة مع نادي الزمالك المصري، بعد الإعارة تقريبا فترة اختبار كانت 6 شهور، عملت فيهم مردود متميز سواء مع الزمالك ومع المنتخب، وتم بانتدابك نهائيا من نادي المقاولون العرب. والله الحمد لله، ما هيش فترة اختبار، هي ما تعرف أهم حاجة في الكورة، هي في الكورة الاستقرار للجوار كل شيء. الحمد لله تم هذا، الإدارة مشكورين، المدرب سيدة مشكور، اعترف ثقته فيا، وان شاء الله نكون قد مستوى باذن الله. شنو من حاجات سيف اللي خليهم يقتنعوا اخيرا بسيف الجزيري ويقرروا انتدابه؟ ما فهمتش. قلت لك شنو من حاجات اللي خليهم قلت لي انت مش فتره اختبار، علاش مشيت بالصيغه هذه؟ معناها اعاره وبعد انتداب نهائي، علاش مش من الاول؟ إعارة خاطر وقتها ما عندهمش بشرط حصان الكل، ذاك علاش. فهمتك، معناها من الأول كانوا حاطينك في برنامج نتاعهم، معناها مش اختبار ولا حاجة. ذاك علاش أنا قلت لك ماهيش فترة اختبار، خاطر من الأول وقتها حصان الكل ما عندهم. الشيخ قالوا به تا ندفعوا ترونش ويجي بري ومن بعد كملوا لنا ترونش الشيخ وكاو. سيف، ظهر لي من الملاعبين اكزومبل حتى لبقية الملاعبية في تونس، كنت في النادي الإفريقي، هبطت عمل ديو ديبا، تحت في مستوى الفرق اقل شويه، لكن اليوم ترجع للقمه في واحد من افضل الفرق الافريقيه. شنو السر في هذا سيف؟ خدمه، قوه شخصيه، شنو بالضبط؟ والله الحمد لله ربي، معني كان ما تقوليش الحكايات هذوكم، راني انا تو مانيش نحكي معاكم، مانيش لهنا جنة. الحمد لله ماني جاي فاضل من عند ربي، خدمت على روحي، كبرت، استني فرصتي للاخر، ان شاء الله ان شاء الله جاي خير وقادم افضل باذن الله. شنو الاهداف نتاعك توا في تجربه جديده بالي اخر؟ عندك اهداف جديده اكيد. اكيد يعني توا عندنا يعني نلعبوا شامبيونا، وعندنا الكوب دي فينال، وعندنا شامبيونا ونال البريمي، ان شاء الله عام الجاي عندنا تشامبيونز ليغ، عندنا اكيد ان شاء الله نلعبوا سوبر بقدره ربي. يعني ثم دي زوبجيكتيف كبار السنه الجايه، فما تحديات كبار زادة يستنى فيها، سواء مع ليكيب سواء مع الزمالك، إن شاء الله نكون قد المسؤولية وفرح الناس بإذن الله. كيف لقيت روحك في المجموعة سيف وسط نجوم كبار في مصر تقريبا، حتى من الأجانب المغرب وكذا، أيضا حتى من تونس فرجاني سيسي، كيفاش لقيت روحك، كيفاش دخلت في المجموعة؟ عادي أنا كلها واني كلها اخوات، فهمتني، تعامل اخوات، يعني ما لقيتش صعوبة كبيرة معناها في الادابتاسيون، ناس كل اخوات، واهم حاجة في الايتالي سبرينت تاعهم اللي الكلوب اللي هي تكون يعني بروبريتي للكلوب، فهمتني كيفاش. باهي، فرجاني سيسي كان قدم مردود كبير مع الزمالك، خلى العباد تحبوا برشا، ظهر لي ذا يحملك مسؤولية انت باش تخلي نفس التصويرة عن الملاعبية التوانسة. بالطبيعة صحيح، كما قلت لك من الأول، معناها إن شاء الله فما برشا ناس عطت فيها فكرتها وسيبورتي فيا من الأول من الجديد، إن شاء الله نكون قد المسؤولية وإن شاء الله ننورهم بإذن الله. الهدف الجاي سيف المنتخب، نجم نشوفوك تفك بلاستيك أساسي بامتياز في المنتخب، ما عرفش شنو نحكي معاك منظر كباية. شوف المنتخب راهو مش كان سيف برك يلعب، معناها فهمني، فما 24 ولا 25 جوار يتم الاستدعاء نتاعهم، دونك اللي باش يلعب لازم يخدم على روحه مليح ولازم يكون حاضر، فهمتني، واللي باش تلعب ما تلعبش دي القرارات والخيارات نتاع المدرب، وانا ما عليا كان نخدم على روحي ونكون ابليكي بشيء اللي يقولوه لي. شفنا تصويره الدور سيف فيسبوك تتفرج في بنالتيات، ظهر لي في مقابله نادي الافريقي والسي اس اس، ديما الكلوب تقعد في القلب. هي كنت تفرش في البينانتيات، مش غلطة تصويرة. هي في البينانتيات وجبت حتى الانترونير معاك. قال لي شعاملين قلت له البينانتيات تاوي جيت فارش يا أخي، شيء تفرش معاك.
به سيف تبع حتى في المنتخب اللي كان منتخب الوسط ظهر لي شفناك مشيت وسنت الملاعبية زاد. نعم؟ منتخب الوسط اللي يلعب في مصر توا بطولة عربية شفناك مشيت سنت وزاد. اي ما خاطر البريود اللي فات استاجيت وكل شيء ما لقيتش الوقت باش نمشي معناها باش نمشي نتفرج ولازمني سيبورتي ونفرج فهمتني. اما وقت اللي لقيت وقت مشيت تفرجت في الانكار عملوا ماتش باهي كنت في جزيرة القمر وجزيرة القمر جماعي باهي تلعب يعني عندها برشا جوالات يلعبوا في الاوروب يعطيهم الصحة دمي فينا الكونتر بزير إن شاء الله ينورونا بإذن الله. آخر سؤال كنت هبطت دوينة منذ أيامات تقريبا زوجتك وولدك أصيبوا بالكوفيد طمنا حياتهم الصحية. والله الحمد لله زوجتي وأمي وخالتي زوجتي وأمي وولدي وخالتي العائلة الكل يعني إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء إن شاء الله يعني فترة صعيبة وتعديت وإن شاء الله يكونوا لاباس بإذن الله. إن شاء الله بس شكرا لك سيف وبالتوفيق إن شاء الله.